أنا عمري ما هعترف بالجوازة دي. دي حاجة بتاعتك، لكن اللي عايزك تعرفه إني بحب شوقية، مش حب النهاردة، ده حب عمري كله يا شريف. وبصرف النظر عن وجهة نظرك، أنا هتجوز شوقية يا شريف، هتجوز شوقية يا شريف. شريف انت عارف طبعا ان انا طول عمري ما بحبش اتصرف، يعني اي تصرف غير لما اتناقش معاك فيه الاول واخد موافقتك عليه، بس للاسف المره دي انا مضطر. تصرف ايه؟ انا مش فاهم. شريف انا قررت اكتب الخمسين فدان لنظلي، عشان كده جيت لك دلوقتي، عايز حجه الارض منك لان فيها ملكيه الارض بتاعتي. وإذا ما تتهلكش؟ لا، ما هو يا شريف، شريف أرجوك مفيش داعي تعمل خصومة بيني وبينك، أنت عارف أنا قد إيه بحبك وبحترمك، أرجوك حاول تفهمني أكتر من كده عشان خاطري أنا وافق. يا كمال لازم تفكر كويس، الكلام اللي أنت بتقوله ده مش في مصلحتك، ونظري دي عمرها ما هتبطل طلبات، انت لازم تبقى اقوى من كده يا اخي. مفيش فايده يا شريف، مفيش فايده، انا واقع تحت ضغط عصبي خلاص، ما عدتش قادر استحمله اكتر من كده، عشان كده بقول لك وافق، وافق عشان خاطري. شريف انا جاي اقول لك ان انا خلاص خطبت سلمى ومش هتراجع عن موقفي ده ابدا. انت ازاي تعمل حاجه بالشكل ده؟ انا طبعا كنت اتمنى انك تبقى موافق وانك تشرفني قدام عيله الجزائر لي، لكن واضح انك رافض الموضوع بالمره. الجزائر لي وافق؟ لا، هو لغايه دلوقتي ما يعرفش. يعني ايه منك ليها كده؟ انا وسلمى مش صغيرين، وانا عارف انها بتحبني ومتاكد انها مش هتسيبني في يوم من الايام. اسمح لي بقى ما اقولك، دي تصرفات ناس مراهقين، وبعدين انا مندهش، ازاي توافق على حاجه بالشكل ده وانت كرامتك تسمح لك؟ ارجوك خرج كرامتي بره الموضوع، انا قلت لك ان انا وسلمى مش صغيرين، وبعدين دي حياتنا ومستقبلنا يا اخي. طيب طيب، مطلوب مني ايه بقى دلوقتي؟ انت مش مطلوب منك حاجه ابدا، انا جاي بس ابلغك. كلمني بقى. ممكن من فضلكم تبطلوا مناقشات جانبية وتسمعوني؟ في قرار مهم قوي أنا خدته وعايزكم تعرفوه. أنا طبعًا بقالي فترة واخد مركز الأب بالنسبة لكم. القرار ده كان لازم تعرفوه قبل كده. في إيه يا شريف؟ هو لغز ولا إيه؟ ممكن من فضلك تسكت وتسيبني أكمل كلامي؟ ما تستنى يا عماد، اديله فرصة يتكلم يا أخي. حاضر. إحنا في يوم من الأيام كنا عيلة واحدة، ساكنين في بيت واحد، عندنا إحساس واحد، بنفكر تفكير واحد، محدش فينا كان بيفكر لوحده، ولا عمرنا سمحنا لحد إنه يفكر لينا، وفجأة الأبواب كلها اتفتحت، ولقينا ناس في وسطينا ابتدت تفكر لينا، وابتدوا ياخدوا قرارات نيابة عننا، واحنا نوافق،
والاكتر من كده ابتدينا ندافع عن قراراتهم دي. طب ده الاتهام؟ ما تستعجلش يا كمال، يا ريت انت بالذات ما تستعجلش. يعني ايه انا بالذات يا شريف؟ مش قادر افهم. ما تبقاش حساس بالشكل ده يا كمال، سيبه يتكلم. اتفضل يا شريف. القرار اللي انا خدته ان احنا نفض كل الشغل اللي بينا. ايه؟ يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا ياخد نصيبه وياخد فلوسه ويتصرف فيها زي ما هو عايز. ايه ده بقى؟ انت فكرت في الكلام ده كويس؟ اكيد. مش شايف ان ده في شيء من التخلي اطلاقا؟ لا انا مش فاهم بقى، ده عقاب ده ولا ايه؟ العقاب ده بيبقى للاطفال اللي مش قادرين يفكروا لنفسهم، بس انت دلوقتي ما شاء الله. فهمت، ده تأنيب بقى. لا ابدا، ده مجرد استخدام للحق. ما هو التخلي ده أسوأ استخدام للحق. استنى بس يا فؤاد، يا ريت تقول لنا ايه اللي حصل بالظبط كده. قول لنا في ايه يا شريف. هو ببساطه شديده انا ما بقتش قادر اتفاهم مع عقولكم، حاسس انكم بقيتوا وسطاء بيني وبين ناس تانيه، ناس انا ما اعرفهمش، مش شايفهم. وباختصار كده الاجتماع ده كان لازم يبقى بيني وما بين نازلي وسلمى وشوقيه. الله، جرى يا شريف. هو ده اللي جرى. كمال عايز يبيع لنازلي 50 فدان علشان ترضى عنه. الأستاذ عماد عايز يبيع أحسن أرض وأغلى أرض في شرم الشيخ عشان يرضي الجزائري ويخليه يوافق إنه يتجوز بنته. وفؤاد بيه سايب شغله في أسوان وجاي يقعد هنا في خان الخليلي. يا شريف الموضوع ده أساسا لو مش لو سمحت المخ... لو سمحت يا كمال كمل يا شريف. لا ده مش انتوا بس، دول ولادي كمان. واحد منهم عايش في عالم خيالي هيوصله للجنون، والتاني قاعده بتجري ورا واحد كل اللي بيعمله في الدنيا انه بيرقص، وانا المفروض اشوف كل ده واسكت ما انطقش. مش شايف قدامي غير ابواب بتتقفل، ويا ريتكوا على كده سعده اللي مفيش غير غضب، غضب في كل اتجاه، وكأني ديكتاتور بتحكم في مصايركم. وانت ايه اللي خلاك وقفت موقف المتفرج طول الفترة دي؟ ليه ما صرحتهمش؟ ليه ما تفهمتش معاهم؟ ليه حطيت نفسك في موقف الانفجار ده؟ ليه لازم نستنى ان احنا نبقى في قمة الأزمة عشان نناقشها؟ أنا كنت فاهم إن في قواعد التفاهم ما بيننا، لكن في الحقيقة المشكلة مش مشكلتكم، المشكلة مشكلة اللي حواليكم. كل واحد فيكم محطوط تحت ضغط، والضغوط دي كلها اتحطت قدامي أنا، وبقيت أنا المسؤول عنها، أنا اللي في وش المدفع. دلوقتي جاي تقولي إن أنا المسؤول؟ شريف أنا عايز أقول عايز تقول إيه تاني يا مراد؟ طبعًا أنت مستغرب من كل اللي بيحصل حواليك ده، مش كده؟ حقيقة أنا مش مستغرب، حقيقة أنا كنت مسافر، أنا ما شايف الصورة بكل ملامحها. ايه؟ انا وقتي بفلوس، انا نفسي افهم انتوا عايزين توصلوا لايه بالظبط. في ايه يا ماما؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه في ايه؟ المؤتمر اللي تحت ده علشان ايه؟ ما المؤتمر ده بيحصل كل اسبوع كل يوم جمعه. ايوه بس ده من الواضح ان ده اجتماع طارئ. طب بس احمد ربنا ان احنا مش فيه، لحسن بابي باين عليه عصبي جدا. طب وانتي مش معاهم ليه يا ماما؟ الحمد لله اني مش معاهم، هي يعني اني بطلب اني اتدخل.
بس اللي يهمني دلوقتي هو انتوا بس. ما تلاقيش يا ماما، انا كويس وبحاول اوصل للي بابا عايزه، بس بطريقتي انا، وان شاء الله هوصل له. انا حقيقي اتغربت، بس كنت مسافر، لكن للاسف انتم كلكم متغربين عن بعض من غير ما تسافروا او تبعدوا عن بعض. عماد له حق، الوقت دلوقتي بقى بفلوس، لكن الحاجه الوحيده اللي الفلوس ما تقدرش تشتريها هو الحب. راح فين الحب اللي بيننا يا جماعه؟ راح فين احساسنا ببعض؟ من ساعه ما الشريف اعلن انه هيفض الشركه اللي بيننا ما سمعتش تعليق واحد من واحد فيكم عن رصيد الحب اللي بيننا، اللي بيننا طول الفتره دي. يا جماعه ارجوكوا تفهموني، انا فعلا تعبت قوي، حياتي مع نصدي بقت جحيم. اذا كنتوا مصرين اني ما اكتبلهاش الخمسين فدان دول بيع وشراء، اعتبروني سبت الارض واي حد فيكم يروح يحل محلي في الفيوم. وانا موافق ان احنا نفض الشركه اللي بيننا وبين بعض، واعتبر ان ارض شرم الشيخ هي كل نصيبي من الشركه دي. شريف، شريف، انا عمري ما تخليت عن شغلي، لكن لازم تعرف ان عمري ما هتخلى عن شوقية. ارجوك يا شريف حاول تفصل بين شغلي وبين حياتي الشخصيه. عموما احنا كده نبقى اتفقنا، انا هخلي المحاسب بتاعي يوضب كل حاجه ويبعتها لكم. بعد كده كل واحد فيكم مسؤول عن حياته. وانت يا دكتور بطل بقى تدينا محاضرات في الحب، الحب ده أسطورة مش موجود غير في دماغك انت لوحدك. مش فاهم ايه اللي بيحصل. مفيش حاجة يا ولاد، سيبونا لوحدنا شوية. حاضر. في ايه يا شريف؟ مش عارف، فجأة الدنيا شكلها اتغير قدامي، حتى هما كمان شكلهم اتغير، كأنهم مغيبين ماشيين بالريموت كنترول، كأنهم قرروا يهدوا حياتهم. كل واحد فيهم بيفكر بشكل، لأول مرة أحس إن إحنا ما بقيناش عيلة واحدة، لأول مرة بحس إنه كأنه في اتفاق حب بيننا وانتهى. ما تقولش كده يا شريف، أنتوا إخواته مستحيل تستغنوا عن بعض. واضح انهم استغنوا. لأول مرة أحس إن مبقاش في حد محتاج لي. أنا فعلا مفيش حد محتاج لي. بكلمهم كأنهم مش سامعيني. ببص لهم كأنهم مش شايفيني. يظن إني كنت عايش في وهم كبير. أنا فعلا كنت عايش في وهم كبير.
يعني الحقيقة أنا ابتديت أقلق على الشريف. أنا مش بقول الكلام ده عشان أخوفكم، هو الأوضاع اللي بتحصل دي ممكن تحصل عشان التطور اللي بيحصل حوالينا، بعد الإخوات عن بعض، اختلافهم عن بعض، شعور الاستقلال ده ما كانش موجود بينا، والشريف مش قادر يفهمه أو يستوعبه، وهيفضل يتصدم كده لغاية لما يقدر يستوعب. خلي بالك من كلامك يا رامي. يعني أنا كده مشكلتي مستحيل هتتحل. أهو ده برضو من ضمن المشاكل، كل واحد بيفكر في نفسه وبس. ما هو بصراحة بقى يا أنكل مراد، بابا لازم يتفرغ لنا شوية، شوية بقى. طب ليه يا جماعة أنتوا ما تحاولوش تتفرغوا له؟ ليه ما تحاولوش تتفاهموا مع مشاكله؟ ليه ما تكونوش أنتم الجانب المتفاهم اللي في حياته؟ صدقوني هتوصلوا لكل اللي أنتوا عاوزينه. أنا واثق إن في حل لكل مشاكلكم، بس بأسلوبكم ده مش هينفع، لأنكم بتفكروا لجوه، بتديله كلمات متقاطعة عن مشاعركم، بتديله منشطات بدون أي تفاصيل مقنعة، مش بتديله حاجة يا جماعة، مش بتدوله حاجة وعاوزين تاخدوا كل حاجة. انقذوا ابوكوا بقى يا جماعة قبل ما يضيع منكم. إنهم يرفضون فرض الرأي بالقوة، بل هم دائما في حاجة إلى المناقشة، في حاجة إلى الرأي والرأي الآخر، في حاجة إلى التوغل في أعماقهم. إنهم دائما مجموعة من الفراعنة أمام الرمز، فالرمز دائما يمثل القوة. إنهم في حالة عناد دائم مع هذا الرمز حتى ولو كان الحق يحالفه. إن قلوبهم من فولاذ أمام أي قوة، العناد صاحبهم، مشاعر الحرية تتغلغل في نفوسهم ويخشى عليها من الفوضى، وهناك خيط رفيع لا يستطيع أن يراه إلا الرمز بين الحرية والفوضى، من الرؤية البعيدة وبين النظرة القاصرة. ليتهم ينتبهون، ليتهم ينتبهون. يخيبك بيت، وازاي يا بنت تروحي مع واحده ما تعرفيهاش؟ البيت يا مدهوله. قله عقل بقى يا بدريه، بس المهم خالتي ما تكونش زعلانه مني. لا يا حبيبتي، انا عمري ازعل منك، ده انا هتجنن من عمايلك السودة. ازاي بنت هانت عليكي نفسك كده؟ الله، كنت رايحه اسكندريه تعملي ايه؟ تهببي هناك؟ ما انا قلت لك يا خالتي قله عقل، انا كنت رايحه هربانه من اللي جرالي واللي انا شفته. هو انا اللي جرالي ده جرى لحد؟ انا ضعت يا خالتي. ما هو من قلة عقلك وعمايلك السودة. اسمعي يا شمس، من هنا ورايح الدخول والخروج بإذني أنا، أنا مش ناقصة مشاكل. والله أعلم الولية اللي اسمها فايزة دي لما هتخرج هتسيبك في حالك ولا لأ، هتدور عليكي ولا لأ. اسمعي يا حبيبتي، استهدي بالله كده وركزي وحطي عقلك في دماغك وقعدي ذاكري، يمكن تعدي من ثانوية عامة. وأوعدك يا شمس لو جبتي مجموع أنا يا حبيبتي هدخلك الجامعة. الجامعة؟
هم هيرضوا ياخدوني في الجامعة؟ إطار اللي انت عملته ده صح ولا غلط؟ انت فجأة هدمت المعبد على اللي فيه وعلى نفسك، طول عمرك بتحاول تبني، انت اللي عملت المجموعة دي وكبرتها، اسمها بقى ليه رنين ووقع مرعب على المنافسين بتوعها. انت حققت حلم ابوك وفجأة اتخليت عنه وخدت اخطر قرار بتقسمها. انت كده نسفت اسم مجموعة المنستيرلي. انا مش عارف ده صح ولا غلط، بس هما اللي وصلوك لده. ما بقيتش مصدق حد، كل اللي حواليك بيفكروا بأنانية، ما حدش منهم بيفكر غير في نفسه. أنا في ظروف اليومين دول مخلياني مش عارفة أتفاهم معاها. دي اتجننت، خروج وسهر وفضايح قدام عماد المنستيرلي. هقولك إيه، هي ما بتسمعش غير نفسها، غير اللي جاي من دماغها. عليا أنا مش راضية أكون قاسية معاها، أنا مراعية إنها قاعدة في بيتي، بس كمان مش عايزة شريف يحس بالمهازل دي. هو مش ناقص كفاية المشاكل اللي مع إخواته. طب وإنتي رحتي فين؟ إنتي عارفة إن الموضوع حساس، مش عارفة ليه شريف مش عايزني أتدخل. أنا مش عارفة إيه اللي جرى له اليومين دول. طب وإنتي هتسيبيه كده؟ لازم تفهمي في إيه؟ الست اللي بتحب جوزها وعايزة تحافظ على بيتها ما تقعدش ساكتة كده، استفزيه، خرجي كل اللي جواه. جرى إيه يا نجوى؟ هو أنا هعلمك؟ أنا في حيرة عليا ومش عارفة أعمل إيه، المشاكل محصراني من كل ناحية. المجموعة لازم تستمر زي ما هي، أنا رافض اللي بيحصل ده. يا جماعة لاحظوا إن شريف بيمر بأزمة نفسية حادة، غضب على تعب على إرهاق، متنسوش إن إحنا كلنا حملناه مشاكلنا، وأنا أعتقد إن هو خد القرار ده وهو مش في حالته الطبيعية أبدا. أنا مش قادر أفهم إيه اللي وصله للحالة اللي وصلها دي. اللي عمله ده اخر حاجه كنت اتوقعها. ايوه المجموعه دلوقتي محتاجه رئيس، لكن انا مش قادر اتصور اي رئيس غير شريف. ليه بقى؟ انت ممكن تبقى الرئيس يا مراد، اقصد طبعا بصفه مؤقته لغايه ما شريف يرجع. اللي اقصد اقوله يعني ان انت اقرب واحد فينا له وطول عمره بيثق فيك. وبصراحه كمان مراد عمره ما عمل مشاكل قبل كده. انتوا بتقولوا ايه؟ شريف هيفضل رئيس مجلس اداره زي ما هو، انا خارج مجلس الاداره لسبب بسيط جدا، ان انا ما بفهمش اي حاجه من اللي انتم بتعملوه ده. عماد نائب رئيس مجلس الاداره وهو اللي هيباشر مهامه لغايه لما شريف يرجع، ويا ريت ما تاخدش اي قرار الا لما ترجع لنا. خلاص يبقى ناخد قرار في مشروع ارض شرم الشيخ. متاسف مش موافق. ادي اللي انا كنت متوقعه، اعتراضات وبس. أنا مش موافق على كل اللي بيحصل ده. إحنا لازم نستنى شوية لما شريف أعصابه تهدى ويرجع. بالظبط كده، أنا شخصيا موافق على كلام مراد. إرحام أنت فين إرحام؟ أنا عارفة إني اتأخرت عليك المرة دي، بس كنت مشغولة أوي اليومين اللي فاتوا دول. طب ورامي؟ رامي ابتدى يشتغل، ابتدى يكتب. المهم انت، انا جاي عشان اطمن عليك. انا كويس يا رحام، كويس طول ما انت كويسه. بتجيلي فترات تمرد، اقعد اسال نفسي اسئله انا مش عارف لها جواب. زي ايه؟ خايف اكون ضيعت حياتي في اوهام وسراب. بسال نفسي ايه اللي انا حققته؟ ايه اللي انا عملته؟ ازاي؟ ودراساتك وكتبك اللي ماليه الدنيا، ده انت نصها اترجم بره. هو ده شويه؟ انت مش فهماني يا رحاب، مش فهماني. انا بتكلم عن حياتي، حياتي انا، عمري انا. انا فين؟ عملت ايه؟ يمكن عشان اتشغلت شويه اليومين اللي فاتوا بدراساتك وبعلمك، يعني كتير بدور على ابتسامه ماليش، ابحث كلمة حب كانت ضايعة برضو ملقاهاش. أنا ضيعت حياتي يا رحاب، لا ولد ولا بنت ولا أي حاجة. دكتور حكيم،
أنا عمري ما شفتك باليأس ده. فين الأمل اللي كان مالي عينيك؟ الأمل؟ الأمل لمين؟ عند مين؟ يمكن عشان حابس نفسك. ليه ما بتحاولش تخرج للدنيا؟ خلاص أنا دنيتي بقت هنا. صدقيني لو قلتلك إن أنا مش قادر أواجه الناس، خايف أواجههم، ولما بشوفهم بشوف عيون إزاز بتتحرك قدامي. الناس بقت كدابة منافقة. الدنيا اللي بره دي خلاص مبقتش هي دنيتي يا رحاب، مبقتش دنيتي. أنت ليه بتقول كده؟ أنا نفسي تخرج، نفسي تخرج من القلق اللي أنت فيه ده. القلق بقى بيجري في دمي، بقى ملازمني ما بيسيبنيش، بقى حبيبي اللي بحبه وصاحبي اللي ما اقدرش استغنى عنه. الحب، انا اسف، انا مخنوق وخناقتك معايا. انا اسف يا رحاب، اسف. أعتذر لك قلبي، فقد كدت أبوح لها بأسرارك. أعتذر لك عمري، فعيناها قتالتني، وقف عقلي جلادا أمام قلبي. كادت مقاومتي تنهار، كادت أيامي تتداعى أمام عينيها. أعتذر لك يا قلبي، فقد كدت أبوح لها بأسرارك، أبوح لها بحبك، بحبك الذي استولت عليه دون أن تشعر به، دون أن تدرك أنه لا يخفق إلا لها وبها. إن لو تعلم كم تحبها، إن لو تعلم، إن أيها القلب المعذب. ألو؟ أيوة يا فندم، مين؟ الأستاذ شريف موجود من فضلك؟ احنا التلفزيون، في برنامج مهم ولازم نتصل بيه. لا يا فندم، هو مش موجود، هو خارج القاهرة في الساحل الشمالي. طيب ممكن حضرتك تدينا تليفونه؟ طب متشكرة قوي. ايوه هايدي، انت جبتي نمره الموبايل التاني بتاعي منين؟ مفيش حاجه في الدنيا تمنعني عندك، حتى لو رحت فين. شريف وحشتني، قول اي حاجه، عايزه اسمع صوتك، عايزه اشوفك، ضروري جدا جدا، ارجوك يا شريف. طيب انا هنزل النهارده بالليل من الساحل الشمالي، عايز اشوفك ضروري في اليخت. مش هتقولي بقى مالك؟ تعبان ومش عايز اتكلم. انا هنا عشان اعرف ايه اللي تعبك وازاي ممكن اريحك. انا مش عايز اشوفك بالشكل ده. كلمي انتي، انا مستعد اسمعك. انا بالذات ولا اي حد؟ انت عايزه مني ايه بالظبط؟ مش عايزه غير اني ابقى جنبك. انت عارفه كويس اني ما بغلطش، بس ما تنكرش انك كنت عايز تشوفني النهارده. ليه بتقاوم؟ بقاوم الاعتبارات كتيره جدا انت فاهماها. يعني بتقاوم؟ ايوه بقاوم. طب ولو قلت لك اني مش قادره اتنازل عنك؟ اقول لك ده جنون ومش هيستمر. وعينيك دي اروح منها فين؟ احنا هنرجع دلوقتي عشان لازم اروح.
وازاي اونكل شريف وافق على الكلام ده؟ وازاي حضرتك استسلمت بالسرعه دي؟ واضح بقى انكم مش فاهمين حاجه خالص. انتوا عارفين الارض بتاعت شرم الشيخ دي تساوي كام؟ الارض دي الارض دي مهرك لسلمى الجزائري. ايه ده يا بنت؟ انت ازاي تكلميني بالطريقه دي؟ طب بابا انت عايز مني حاجه دلوقتي؟ واضح ان انت كمان معترض. لا بالعكس انا مش معترض خالص لسبب واحد بس. ايه هو السبب؟ اني حاسس اني مش من حقي اساسا اعترض. لا انت معترض عشان سبب تاني خالص. انت معترض عشان ما انتش عارف ايه هي اصل الحكايه. انت حتى ما تعرفش انا بشتغل في ايه. انت مش معايا يا وليد. انت انفصلت عني الفتره اللي فاتت وكل ده بسبب الزفت الكمبيوتر اللي انت قاعد قدامه ليل ونهار. فعيب بقى. عيب تبقى عامل زي الطفل الصغير متمسك بلعبه لمجرد انه يبقى مش مسؤول. وحضرتك ما سالتش نفسك ليه؟ ما خطرش ابدا على بالك. تعرف احنا ليه عايشين في الوحده دي؟ هو احنا ما بقيناش عارفين نتكلم معاك. كل ما نحاول نقرب منك او نتفاهم معاك يا اما يجيلك تليفون يا ميعاد مهم يا شغل. احنا حتى مش عارفين نقعد معاك على سفره واحده لان حضرتك دايما يا اما مسافر او مش موجود. وانا بقى خلاص ما بقاش قدامي غير حاجه من الاثنين، يا اما انزل كل يوم واسهر وابقى صايع زي كتير من زمايلي او احبس نفسي في عالم ممتع جميل. فهمني وفهمته بقى تحت امري بيحقق لي كل رغباتي، زرايره كلها قدامي. بابا انا خلاص ما بقتش عارف زرايرك فين. والكلام ده ما قلتوش ليه من زمان؟ ما انت كان ممكن تبقى جنبي تسالني. امتى بس يا بابا؟ الصبح وانت نازل بتجري حتى من غير ما تقعد تفطر معانا؟ ولا بالليل وانت راجع تعبان تجري على طول على اوضتك من غير ما تتعشى معانا ولا حتى تطمن علينا؟ واضح انكم واخدين موقف وانتوا الاثنين متفقين مع بعض ضد جوازي من سلمى. هو احنا حتى لحقنا ناخد موقف؟ ده احنا حتى لما رحنا شرم الشيخ عشان نتعرف عليها ما كانش عندها وقت تقعد معانا، ما كانش عندها وقت حتى تقعد معانا من باب المجامله. كانت مشغوله بتشوفها والناس اللي حواليها، ما كانش عندها اي احساس بحب من ناحيتنا. حتى حضرتك يا بابي، حضرتك ما سالتناش ابدا انتوا ايه رايكم فيها، عايزينها ولا مش عايزينها، ما سالتناش يا بابي. على العموم انا مستعد اخدها وانفصل بيها تماما عنكم. ايه ده حضرتك ناوي تبعد عننا بقى؟ هتستقل بحياتك خلاص ونبقى احنا بقى على الهامش. في ايه يا فؤاد؟ قلقتني. ده انا عمري ما خرجت من البيت متاخر كده. مشيره لو صحت ما لقيتنيش هتعمل مشكله. يعني مش هي دي المشكله. شوقيه، شوقيه انا تعبان قوي. مالك؟ في ايه؟ انا واخواتي تقريبا بنتفرق عن بعض اليومين دول. يا ساتر يا رب، ليه؟ ايه اللي حصل؟ في شويه مشاكل في الشغل وشريف استقال من المجموعه. مجموعه؟ وده معناته ايه؟ معناه ان الامور هتفضل زي ما هي، بس انا مضطر ناجل جوازنا شويه لحد الحكايه ما تهدي. ناجل؟ وناجل ليه؟ ما بلاش خالص، واضح ان لسه في مشاكل بالنسبه لي. شوقيه انت بتقولي ايه؟ محدش يقدر يعمل اي مشاكل. كل الحكايه ان الخلافات اللي بيننا اليومين دول مش مخلياني اخد اي قرار. اسمع يا فؤاد، اوعى تفتكر اني ممكن اقبل اني اطرف التاني من اي حد من طرفك. ده حصل مره زمان ومش هسمح انه يتكرر. شوقيه لازم تفهم ان مفيش مخلوق ممكن يحرمني منك. المساله كلها مساله وقت. خد وقتك براحتك وساعتها هبقى انا كمان افكر. طب بس فهمني ايه اللي حصل؟ اظهر ان كنت عايشه في وهم كبير قوي يا بدريه. تصوري كل اللي بيني وبين فؤاد كان هينتهي النهارده. خرابي ليه كفالة الشر؟ ايه اللي حصل يا اختي؟ اللي حصل زمان من ابوه اخوه الكبير بيعيده تاني النهارده. بيقولي انهم مختلفين ولازم ياجل فكره الجواز شويه. لازم يكون مش عارفني ومش عارف اني لو شلت المره دي بجد من دماغي الله بسلامه هرجع له تاني. ليه بس يا ست شوقية؟ فكري يا اختي شوية، ده كل شيء بالاتفاق مش كده؟ ليه؟ الاتفاق ده موال تاني خالص يا بدرية. المرة دي أنا لازم أفكر ألف مرة قبل ما أخد قرار. ما هو مش أنا اللي حرمي نفسي على العيلة مش عايزاني، لا ولا حتى عشان خاطر فؤاد.
لو اخر راجل في الدنيا مش هعمل كده، مش انا اللي هعمل كده. ايه اللي جرى لك يا شريف؟ يا ترى اللي انت عملته ده كان صح ولا غلط؟ ولا انت زهقت؟ ولا وجود البنت هايدي دي في حياتك غير معالم تفكيرك؟ اللي عملته ده تخلي واضح عن مسؤولياتك. ايوه بس انت برضو اديت كتير قوي وما خدتش اي حاجه، كل اللي حواليك في حاله غضب، انت كمان قلبك غضبان، مش عارف هيفضل غضبان لغايه امتى، مش عارف هيفضل غضبان لغايه امتى. انت ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي خلاك تاجل فكره جوازك من شويه؟ كانت مستعده تضحي باي حاجه في الدنيا عشان خاطرك. يا ترى قرارك ده نابع من ايه؟ قلقان من شريف ولا قلقان من انفصالكم عن بعض كمجموعه؟ ايه اللي خلاك اتسرعت كده؟ ايه؟ انت عارف انك السبب في قرار شريف ده، وعارف ان طول عمرك بتفرض على اللي حواليك اللي انت عايزه، وبعدين ترجع تفكر تاخد مهدئ. واذا كان استقلالك بفلوسك وبعدك عن اخواتك هيريحك، ازاي هتقدر تعمل كده بالنسبه لوليد وصفاء؟ ازاي؟ ليه ما بتواجهش نفسك؟ ليه ما بتقولش لنظلي إن الأرض دي حياتك وإنك مستحيل تتنازل عنها؟ أنت بتحبها ولا هي بقت قيد مسلط على ردك؟ أنت عارف إن شريف ليه حق في كل اللي بيقوله، ليه بتحاول تستسلم الكمال؟ ليه؟ شريف كبر، كبر وتعب، سنين سفرك خليته يتحمل كل المسؤولية لوحده. انت بقى قدامك حل من اتنين، يا تبعد وتبتدي تشوف حياتك وده يبقى دمار للعيلة دي، وده صعب جدا، خصوصا المشكلة مش فيهم هم، المشكلة في اللي حواليهم يا دكتور. والحل التاني انك تبتدي تاخد المسؤولية كلها، واول واحد لازم تبقى مسؤول عنه هو شريف نفسه.